أصدقائي السلام عليكم، تنتمنى باش أنكم تكونوا في صحة جيدة، وتنتمنى كذلك باش أنكم تكونوا قمتوا بالتأكيد ديال التسجيل ديالكم سواء عن بعد وكذلك تسجلتوا التسجيل النهائي، يعني حطيتوا الدوسي ديالكم في المؤسسة اللي نتوما بغيتوا. فإذا كنتي كتابع سلسلة لقاء مع الموجه لأول مرة، فرجاء أنك تكليكي على زر ديال الجرس وأنك تقوم بالضغط على صابوني ولا اشتراك ولا سبسكرايب باش أنك توصل بجديد ديال الفيديوهات اللي كنقدمهم على قناة سلسلة لقاء مع الموجي. فإذا كنتي أول مرة كتبع سلسلة لقاء مع الموجي كذلك، حاول أنك تشوف مجموعة ديال الفيديوهات اللي حطينا وأنك تعرف مجموعة ديال الأشياء اللي ممكن أنها تنفعك في المسار الجامعي ولا المسار الدراسي ديالك. أصدقائي نمر مباشرة للشرح ديالنا. فكما سبق لي وقلت لكم فالحلقه ديال اليوم ان شاء الله تعالى فاحنا غادي نهضروا على ترانسفير، وملي كنهضروا على ترانسفير فاحنا كنهضروا على ترانسفير اللي كيتسمى داخلي ولا خارجي. داخلي يعني كننتقل داخل اسوار الجامعه اللي انا تابع لها، يعني كاينين مجموعه ديال الروافد اللي كيكونوا تابعين لهذيك الجامعه. مثلا جامعه بنزور باكادير فتتبعوا لها مجموعه ديال الروافد، يعني زاكورا، تنغير، ورزازات، طاطا، العيون، قلميم، سمارة، يعني شدة جامعة بنزور، خمسة ديال الجهات في الجنوب. هادو ماشي مطالبين كذلك باش انهم يدوا شهادة السكنة ملي بيتسجلوا ولا ملي بيديروا الترانسفير. والترانسفير الداخلي ولا اللي كنسميو حنا تحويل الملف من كلية لكلية ولا من شعبة لشعبة، يعني ملي كنهضروا على تغيير ديال الشعبة، فهو تيكون مثلا نهضروا اولا على تغيير ديال الشعبة، يعني مثلا انا داير الدراسة الفرنسية وشت راسي بانني ما غاديش نقدر نتوفق في الدراسة الفرنسية، بغيت نقلب وبغيت نمشي ندير مثلا الجغرافية مثلا، هذا غير مثال، يعني طالب ديال الفرنسية وبيمشي مثلا الجغرافية، اش خصو يدير هنا؟ هنا هو ديجا حط الملف ديال التسجيل ديالو في الدراسة الفرنسية، يعني غادي ينسى هادشي، صافي هو تسجل، اكد التسجيل ديالو، حط الدوسي ديالو، صافي سالا. اش بقى ليه دابا؟ الا هو بيدير ترانسفير داخل ديك الكليه اشنو غادي يشوف؟ غادي يشوف الاعلانات اللي غادي تلوح هذيك الكليه، اللي غادي تحط هذيك الكليه بخصوص ترانسفير داخلي، يعني الداخلي يعني غير داخل الكليه من شعبه لشعبه. غادي يشوف هذيك الوقيته اللي هما واضعين، وكذلك اشنو هما اهم الوثائق اللي كيطلبوا باش انك دير ترانسفير. وغالبا في الترانسفير فكيطلبوا الوثيقه ديال شهاده البكالوريا مصادق عليها، يعني الفوتوكوبي ديالها النسخه، كذلك نسخه من بيان النقاط، وكذلك نسخه من بطاقه التعريف الوطنيه، ويقدروا يطلبوا لك كذلك داك الوصل ديال التسجيل القبلي ولا التاكيد ديال التسجيل الفعلي في المؤسسه، ويقدروا يطلبوا لك كذلك عقد ديال الازدياد. دونك هاد الوثائق كامل اللي كتجمع فكتدفعهم لمصلحه الشؤون الطلابيه ولا المصلحه ديال الشؤون الطلابيه ديال شعبه الجغرافيه. قلت لكم الفرنسيه انت راه تسجلت فيها، صافي حطيت فيها الدوسي ديالك، تاكد داك التسجيل. دونك هاد الوثائق اللي قلت لكم ديال الترانسفير فانتوما كتحطوهم عند مصلحه الشؤون الطلابيه. دائما مصلحه الشؤون الطلابيه راه كتكون داخل الكليه، وغادي تسناو المده ديال اسبوع باش يعلنوا على النتائج ديال الناس اللي تقبلوا. دونك احنا سالينا دابا مع تغيير ديال الشعبه داخل الكليه. كذلك الترانسفير الداخلي يمكن يكون كذلك من كليه ديال الاداب لكليه ديال الحقوق. مثلا انا تسجلت في الفرنسيه، هذا مثال اخر، تسجلت في الفرنسيه ولكن تنشوف الفرنسيه ما فيهاش افاق بزاف، وانا ما مرتاحش فيها، وبغيت نغير هاد الفرنسيه، انا كاع ما بغيتها كاع. دونك هنا شنو خصني ندير؟ خصني نمشي الكلية ديال الاداب، يعني الدوسي ديالي حطيته في الاداب، صافي ساليت معاه. خصني نمشي الكلية ديال الحقوق دابا ونشوف، ولا نطلع على السيت ولا شي صفحه ديالهم في الفيسبوك ولا الموقع ديالهم الرسمي باش اني ناخذ اخبار مؤكده وجميع دوك المعلومات اللي كيتحطوا تما محيانين. فكنمشي للسيت ولا كنمشي لافاك ديريكتومون وكنشوف الى حاطين شي اعلان بخصوص الطلبات ديال الترونسفير. هنا كنشوف داك الاعلان اللي حاطين، وكنشوف كذلك الوثائق اللي حاطين.
حاطين كل ديال الحقوق في اكادير فهما تيديروا واحد الموقع خاص انك الى بغيتي دير ترانسفير كتحط فيه دوك المعلومات ديالك وهذوك المعلومات اللي حطيتي في ذاك الموقع ربما تطلبهم منك باش انك تديهم لمصلحه الشؤون الطلابيه باش يفيريفيو واش داك الشيء اللي كتبتي في ذاك الموقع صحيح ولا لا. يعني داك الشيء اللي حطيت في الموقع ودوك الوثائق اللي غتديك فهما فقط غير كيتاكدوا منهم وانهم صحاح وان دوك المعلومات اللي حطيتي في الموقع فهما دقيقي. يعني حاولوا انكم اي انفورماسيون كتدخلوها في المواقع انها تكون صحيحه وانكم ما ديروا حتى شي حاجه الا ما كنت الا وانتم متاكدين منها. تنتمنى باش انكم تكونوا فهمتوني في هذا الترانسفير داخل ترانسفير وتغيير ديال الشعبه ما فيه حتى شي حاجه. تغيير نعاود تغيير ديال الشعبه هو مثلا ان داير مثلا نعطي مثال اخر باش تفهموا. مثلا انا داير الشعبه مثلا ولا التخصص ديال علم الاجتماع وبغيت ننتقل مثلا للشعبه ديال الدراسات الامازيغيه هذا غير مثال بسيط. علم الاجتماع تسجلت فيه صافي بقات ليا الشعبه ديال الدراسات الامازيغيه دونك الشعبه ديال الدراسات الامازيغيه كنمشي حدا ديبارتمون ديالهم وكنشوف واش دايرين شي اعلان ولا ما دايرينوش. ياك الى دايرين اعلان فاوتوماتيكمون كيحددوا مجموعه ديال الوثائق اللي هما مطلوبين باش انك تدفع لهاد الشعبه ديال الدراسات الامازيغيه في لافاك. ملي كتجمع دوك الوثائق ديالك فكتجيبهم لمصلحه الشؤون الطلابيه ديال الدراسات الامازيغيه وكتحطهم عندهم ومن بعد اسبوع ولا كاع 3 ايام ولا 4 ايام ولا اسبوعين كاع تعطلوا غادي يعلنوا على لا ليست ديال الناس اللي تقبلوا في هاد الشعبه ديال الدراسات الامازيغيه. يعني الناس اللي غيروا الشعبه مثلا من علم الاجتماع للشعبه ديال الدراسات الامازيغيه. انا عطيتكم في الاول مثال ديال الدراسات الفرنسية لشعبة الجغرافيا عطيتكم دابا المثال الثاني من شعبة علم الاجتماع لشعبة الدراسات الامازيغية. تنتمنى باش انكم تكونوا فهمتوني. وعطيتكم المثال الثالث اللي هو من الاداب للكلية ديال الحقوق. يعني هاد الشيء راه تنطبق على مجموعة ديال الكليات ومجموعة ديال الجامعات ولكن هاد الترانسفير فاتي يختلف من جامعة لجامعة اخرى باعتبار ان مثلا الا شفنا جامعة القاضي عياد فالقاضي عياد فعندك الحق انك بلا ما دير ترانسفير لا والو ممكن انك تقوم بعملية سحب ديال الباك وخصوصا في التسجيل فهاد العام فاتحين تسجيل الناس اللي عندهم بكالوريا 2019 ولا بكالوريا 2020. يعني الناس اللي عندهم بكالوريا 2019 وكيفكروا انهم يديروا ترانسفير فاوتوماتيك ممكن انهم يقوموا بعمليه ديال السحب ديال الباك ديالهم والدوسي ديالهم ويعاودوا انهم يتسجلوا من جديد في البلاتفورم ولا في الشعبه اللي هما بغا. عندنا كذلك الاختيار الثاني يعني اللي هو مثلا الناس ديال جهه ديال الجنوب مثلا فعندهم الحق انهم يتسجلوا في جوج ديال لي زونيفرسيتي ولا جوج ديال الكليات فتأكدوا التسجيل ديالهم في الجامعة ديال القاضي عياد وتأكد ديال التسجيل ديالهم في جامعة بن زور. هنا اشنو كيديروا مثلا انا تسجلت مثلا في الكلية متعددة التخصص وشتها يعني داك التخصص اللي درت داخل ديك الكلية ما عجبنيش اشنو غندير هنا غادي نقوم بسحب ديال داك الدوسي ديالي. يعني في حالة هنا الى قمت بالتسجيل القبلي يعني في ديك لابلاتفورم ديال جامعة القاضي عياد يعني كنهز الدوسي ديالي من الكلية متعددة التخصص مثلا ديال الورزات وكنمشي كندي مثلا لكليه العلوم السمناليه مثلا الا تسجلت مثلا في الاس ام اي ياك في ورزازات وربما قالوا لي الدراري راه داكشي تما قاصح ولا انا ما لقيت صحابي مشاو داروا مراكش وخصني بيت داخل حتى انا مراكش فهنا كتمشي تحفظ الدوسي ديالك وكتمشي كتديه للسمناليه عادي. علاش؟ حيت انت قمتي بالعمليه ديال التسجيل القبلي في الكليه متعدده التخصص ديال ورزازات وقمتي كذلك بتأكيد التسجيل ديالك في الكلية ديال العلوم السمنالية. يعني هنا حاجة واحدة إلا قمتي بوضع الملف ديال التسجيل ديالك يعني الباك الأصلي بين النقط الأصلي والصور الشمسية والأظرفة المثنبرة وداك الشيء كامل فما بقاش عندك الحق أنك تمشي باش انك تمشي تعاود تسحب وتعاود تحطون. وهذه كنصيحه تاكدوا من الاختيار ديالكم وتاكدوا كذلك من الشعبه اللي نتوما كديروا. ندوزوا الان للترانسفير الخارجي. هاد الترانسفير الخارجي هو مثلا شي طالب ولا شي طالبه مثلا كتقرا مثلا في كذا يعني تسجلت مثلا في كليه ديال العلوم بنمسيك ولا كليه ديال العلوم مثلا ديال عين الشق اخترت مثلا الجيولوجيا ولا الاس ام بي ولا الاس ام اي ولا الاس ام ا ولا اخترت كذلك البيولوجيا ولكن هي
باعتبار ولا لظروف شخصيه بدير مثلا اكادير، يعني بتجي عندنا لاكادير. علاش؟ حيت الوالد ديالها ولا الام ديالها ولا الاخ ديالها انتقل لاكادير، وهي باش تنقص دوك المصاريف على في كازا تما، يعني بات تبقى كاريه والعائله ديالهم انتقلوا، دونك حتى هي بتجي بتنتقل. يعني هاد السيده ولا هاد الطالبه عندها عذر مقبول. يعني ملي كنبغيو نديرو ترونسفير فخص يكون عندنا مجموعه ديال الاسباب ومجموعه ديال الدوافع اللي بتخلينا ان نديرو ترونسفير، ماشي فقط انا ما عجبتنيش واحد المدينه بغيت ندير ترونسفير صافي. يعني خص يكون عندي اسباب ودوافع مقبوله منطقيه اللي تخليني باش اني ننتقل لشي مدينه اخرى، وهذا الشيء راه ضروري ومؤكد باش ان الترونسفير ديالكم يتقبلوا. وماشي كتدفعوا الترونسفير يعني راه 100% غادي يتقبلوا، تقدروا ما تقبلوش. علاش؟ ما اكدتوا ليهم وما ذكرتوش شي اسباب منطقيه اللي تخليهم انهم يقتنعوا باش انهم يقبلوا داك الترونسفير ديالكم. فهاد السيده اللي انتقل للاخ ديالها ولا الام ديالها والاب ديالها الاكادير مثلا، فهي عندها سبب منطقي ومؤكد، ولا كذلك فيها الحساسية، ولا عندها شي مرض مزمن مثلا ما تيخليهاش مثلا انها تقدر مثلا تكمل تما في كازا وبتنتقل لاكادير باش انها تخفف ذاك الضغط على الاب ديالها والام ديالها، وانها تهنى مجموعه ديال السبيطارات ومجموعه ديال الاشياء. حنا ما ندخلوا في هذه التفاصيل. دونك هي تجلات بالمسيك مثلا في البيولوجيا وبتجي لاكادير مثلا بدير بتبقى في التخصص ديالها ديال البيولوجيا. فهاد ترونسفير فهو تسمى تحويل ملف تسجيل خارجي، يعني باعتبار ان ترونسفير فهي كلمه فرنسيه ترونسفير، فبالعربيه تنقول لها تحويل ملف ديال التسجيل من كليه لكليه اخرى. فهي غادي تدفع واحد الدوموند ولا واحد الطلب خطي للسيد العميد ديال كليه ديال العلوم ديال اكادير، غادي تخبره في هذا الطلب الخطي على الاسباب اللي خلاتها باش انها تنتقل. وهذا الطلب الخطي فهو يتضمن الاسم الكامل وكذلك كود مسار، وبالاضافه كذلك الشعبه اللي كنت داير تما، وكذلك الاسم ديالك ورقم بطاقه التاليف الوطنيه، يعني كتقدم مجموعه ديال المعلومات عليك، وكذلك التخصص اللي كنت داير والتخصص كذلك اللي بغيت دير هنا، وشنو هما كذلك اهم الاسباب اللي خلاتك باش انك تدفع هذا التخصص ولا لهذ المدينه. بالاضافه لهذا فخصك ضروري ان تكون عندك شهاده السكنه ديال اكادير. علاش في الاول في داك ترونسفير داخلي ما قلتش لكم شهاده السكنه؟ حيت قلت لكم هضرنا على الروافد، فجامعه بن زور تتبع لها مجموعه ديال المدن، وكذلك قلت لكم بانها فشاده خمسه ديال الجهات في الجنوب، يعني حتى الجنوب ما كيجيبوا لهم شهاده السكنه لا والو. غير حاجه وحده اخرى هي اللي ما تخليهم انهم يديروا ترونسفير، الا كانت الكليه ولا كان داك التخصص في المدينه اللي هما ساكنين فيها. كما كتعرفوا كاينين مجموعه ديال الكليات متعدده التخصصات في مجموعه ديال المدن. مثلا واحد مثلا بغى يدير ترونسفير مثلا لاكادير، ياك بغى يدير ليكونومي، وديجا كاينه ليكونومي مثلا في كلميم، فما غاديش يعطوا اكادير هو بعدا كاع في الديبار في لا بلاتفورم ديال التسجيل ديال التسجيل القبلي، غادي يعطوا اوتوماتيكمون غادي يعطوا كلميم. دونك الا بغى يجي لاكادير فخصو ضروري يكون سبب مقنع انتقال ديال الاب ديالو ديال الام ديالو للسكن مثلا في اكادير. شهاده السكنه ضروريه الى جانب نسخه من البكالوريا يكون مصادق عليها، نسخه كذلك من بيان النقاب، ونسخه كذلك من شهاده السكنه، يعني شهاده السكنه تاخد ضغط عليهم تما، كذلك شهاده عدم العمل حتى بعض المرات كيطلبوها، ورقه ديال الموضوع بعض المرات كيطلبوها، بالاضافه كذلك داك الوصل ديال التاكيد ديال التسجيل ديالك مثلا في الكليه ديال علم ديال بنمسيك في التخصص ديال البيولوجيا. يعني هذا الشيء كامل ضروري، وما تحاولوش انكم تعطيوهم الاصليين حيت الاصليين ديجا حطيتوهم، حاولوا انكم تعطوا اي حاجه عطيتوها تكون مقاليزيه او مصادقه عليها. ليغاليزي نهار تشوفوا ليغاليزي يعني هي مصادقه عليها. تنتمنى باش اني نكون جاوبت على لي كيستيون كاملين اللي خاصين بالترونسفير، يعني هذا الشيء اللي كامل اللي كيطلبوا في ترونسفير، وهاد الحالات اللي انا ذكرت دابا فغادي يطبقهم على الحالات ديالكم نتوما. فهذا الشيء كيطبق على جميع الكليات وجميع الجامعات المغربيه. فملي كنهضروا على الجامعه كما سبق لي وقلت لكم فهي تجمع مجموعه ديال الكليات، يعني اخذنا جامعه بن زور، فجامعه بن زور تابعه لها كليه الاداب والعلوم الانسانيه، كليه العلوم القانونيه والاقتصاديه والاجتماعيه، كليه اللغات والفنون والعلوم الانسانيه، لونسي جي، لينسا، لو اس تي، لونسي جي، وغيرها من المدارس. دونك اللائحه
طاوله وكليه الطب كذلك. دونك هذا الشيء اللي كان في هذا الشيء ديال الترونسفير. اصدقائي نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله تعالى. الى باقي عندكم شي سؤال بخصوص الترونسفير فتواصلوا معايا في القناه ولا كذلك غادي نحط هذا لا فيديو وحطوا لي لي كومونتير على هذا الفيديو باش انا نحاول نجاوب على دوتر كيستيون. وكذلك حاولوا انكم تقراو لي كومونتير اللي هما ديجا طلونصاو باش ما نعاودوش لي ميم كيستيون. ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله تعالى. دمتم في رعايه الله. تحياتي اليكم.